مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا الذي يزور مصر حاليا. بدأ الرئيس السيسي وقائع المؤتمر الصحفي بالحديث عن حادث القطار والتوجيهات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين وأيضا محاسبة المسؤول عن هذا الحادث. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس جمهورية ألبانيا وأكد على تطلعه أن تكون زيارة دفعة جديدة لمستوى العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. أيضا تحدث الرئيس السيسي عن أن المناقشات التي سبقت هذا المؤتمر الصحفي كانت مثمرة وكانت عن سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية الزميل علاء رشوان. علاء، أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي كمتى؟ نعم، أبرز ما جاء خلال المباحثات التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الألباني اليوم، وهو ما كشف عنه سيادته خلال المؤتمر الصحفي، وهو تأسيس مجلس الأعمال المصري الألباني للعمل على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاقتصادية المختلفة، الطاقة، الزراعة، التعليم وأيضا السياحة، بالإضافة إلى بعض المجالات منها التبادل التجاري وتعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين. أيضا السيد الرئيس أكد على أنه استثمارا للبعد الشعبي في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، فقد اتفق الجانبان على تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية اللي تعطي وتمنح العلاقات المصرية الألبانية بعدا شعبيا جديدا يسهم في إثراء العلاقات المتشعبة بين البلدين ودفعها إلى مجالات أرحب. أيضا السيد الرئيس أكد أنه على الرغم من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين منذ عقود، إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى تطلعات وطموحات القيادتين السياسيتين في البلدين، وهو ما سيجري العمل على دفعه وتعزيزه خاصة في المجالات التي أشرنا إليها، استثمارا للموقع المميز لمصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة، وأيضا ألبانيا كموقع استراتيجي في جنوب أوروبا تعمل على أو تمثل أنبوب نفط رئيسي لتصدير النفط والغاز إلى جنوب أوروبا. إذا هذا المجال سوف يكون مجال واعد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بطبيعة الأحوال السيد الرئيس استهل المؤتمر الصحفي بتوجيه الأسف لضحايا حادث القطار الذي وقع صباح اليوم، وقال سيادته أنه وجه فور وقوع الحادث بتحرك الحكومة والانتقال إلى مكان الحادث لمتابعة ملابسات الحادث عن قرب، ووجه بتقديم كافة الدعم المعنوي والمالي إلى الضحايا والمصابين انتظارا للتحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة العامة، والتي قال السيد الرئيس أنه لن تتسامح الدولة المصرية مع المقصرين أو المتسببين في هذا الحادث. أيضا الرئيس الألباني استهل كلامه وحديثه بتقديم التعازي إلى ضحايا أسر حادث القطار، وقال إن مصر دولة رائدة ومحورية ويجري التعاون مع مصر بوصفها أحد أهم ركائز السلام والاستقرار في المنطقة، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من دعم التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية بعد إعلان الجانبين عن تأسيس مجلس الأعمال المصري الألباني وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية في المرحلة المقبلة. وقال الرئيس الألباني أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد انعقاد أول اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين للعمل على تنسيق كافة العقبات ورفع أسقاط التعاون والاقتصادي بين البلدين إلى أسقاط أرحب خلال المرحلة المقبلة. نعم علاء، ماذا عن جدول أعمال زيارة رئيس ألبانيا في مصر؟ هل بوقائع المؤتمر الصحفي واختتام المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهي هذه الزيارة أم أن هناك تفاصيل أخرى؟ نعم، ورد إلينا أن الزيارة التي يجريها الرئيس الألباني إلى مصر والتي تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية سوف تشمل اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء للعمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والألباني من تأسيس مجلس الأعمال المصري الألباني وتأسيس وتشكيل الآليات التعاون في المرحلة المقبلة في
جمع وتوفير منصة للوزراء المعنيين من الجانبين على تطبيق آليات التعاون في المرحلة المقبلة. أيضا هذه الزيارة سوف تمتد إلى مجلس البرلمان المصري، سوف يعقد السيد الرئيس الألباني لقاء مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال بعد اتخاذ قرار بتشكيل مجلس أو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية لدعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الأفاضة. الزميل علاء رشوان مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية لوقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا الذي يقوم بزيارة حاليا للقاهرة. مشاهدينا خدمتنا الإخبارية متواصلة معكم على شاشة النيل للأخبار، بعد قليل نشرة إخبارية جديدة تأتيكم، ابقوا معنا دائما.